العصا السحرية هذه تشبه أدراج المجلس النيابي في قدرتها على إخفاء الأشياء كما تخفي أدراج المجلس اقتراحات القوانين، ومنها اقتراح قانون استقلالية القضاء الذي أعدته المفكرة القانونية وقدم إلى المجلس النيابي في 6 أيلول 2018 بتوقيع بولا يعقوبيان، جورج عقيس، شامل روكوز، نجيب ميقاتي، ميشيل موسى، علي درويش، ياسين جابر، فؤاد مخزومي، بعد 3 أيام وفي 12 أيلول 2019 أحيل الاقتراح إلى لجنة الإدارة والعدل 4 أشهر والملف غائب عن جدول الأعمال، إلا أن انتفاضة 17 من تشرين فرضت البدء بدراسته في كانون الأول 2019، فألفت اللجنة لجنة أخرى فرعية في 10 من كانون الثاني 2020. اللجنة الفرعية انتهت بعد 1.5 عام من تعديل المسودة وردتها إلى لجنة الإدارة والعدل لدراستها مجدداً. هالقانون منتظر من أكثر من 2.5 سنين ومنعرف أنه دراسته ونقاشه حصله بالغرف المقفلة وبسرية تامة. 3 سنوات وما زال القانون يدرس ويعاد درسه، إلا أن الدرس وفي الآونة الأخيرة أخذ طابع الاستعجال بسبب عصا سحرية من نوع آخر وهي عصا الخارج. كان بدنا عصا سحرية خارجية لحتى نسرع هيدي العملية. نحن معودين للأسف ولا مرة كان عنا، إذا بدك أحكيك بصراحة، قرار وطني مستقل. درس وجهد استثنائي، هكذا يصف عضو لجنة الإدارة والعدل بلال عبد الله عمل اللجنة، إلا أنه لا يعد المواطنين إلا بقانون يحقق الحد الأدنى من آمالهم. عم بتقلي حضرتك أنه بمحل معين هيدا الحد الأدنى يعني اللي رح يصدر، يعني ما رح نشوف قانون بحقق طموح اللبنانيين باستقلالية تامة للقضاء. رح أعطيك رأيك كاشتراك، كإنسان ملتزم بالحزب التقدم والاشتراك، إيه، لأنه آخرت الشيء للأسف دستورنا دستور طائفي، دستورنا نحن نظامنا للأسف مستمر نظام طائفي. طب بالطائفة يعني عندك عم تحكي بالحد الأدنى التوافقية، يعني بين طموحاتك انك تتحرري كليا من هيدي العقد والضوابط اذا بدك، وبين انك دلي مسيري بالحد الأدنى التوزيع، للأسف مضطر بعض المحلات بدك هذا الموضوع تاخذيه بعين الاعتبار، مع انه ما في شيء نص، ولكن بلبنان محكوم للأسف بهذا السقف اذا بدك. إشكاليات عديدة يطرحها ائتلاف استقلال القضاء في صيغة اللجنة الفرعية، منها تكوين مجلس القضاء الأعلى الذي ما زال عدد من أعضائه يعين من السلطة التنفيذية. ونحن هلأ بموقع لم يحسم بعد، في وجهة نظر بتقول انتخاب كل أعضاء مجلس القضاء الأعلى، في وجهة نظر تانية بتقول انتخاب جزء أساسي منهم وأبقاء المدعي عام التمييزي لأنه مثل السلطة السياسية بهذا القضاء، وفي رأي ثالث بيقول انتخاب على الأقل 7 من أصل 10. ومن الإشكاليات حرمان أعضاء الغرف والقضاة من دون الدرجات 5 حق الترشح إلى مجلس القضاء الأعلى، تمكين مجلس القضاء من نسف مبدأ عدم نقل القاضي من مركزه إلا برضاه، لا استقلالية لهيئة التفتيش القضائي عن وزارة العدل، إخضاع قضاة النيابات العامة لسلطة وزير العدل. ليال بوموسى، قناة الجديد.